تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. نجد شكري الواعر في حراسة المرمى ونجده في التشكيلة المثالية حسب إحصائيين 70 من تدريب كرة القدم، وأيضا اللاعب جودي الغير في التشكيلة المثالية وانطلاق المباراة بضربة لفائز المنتخب الوطني التونسي. كرة باتجاه عادل السليمي، عادل السليمي و ستة أمتار، ونية المنتخب الوطني التونسي والفكرة واضحة من البداية التقدم والتحكم بهذه المباراة. جوهانسبرغ هناك ارتفاع هذه المدينة على مستوى سطح البحر في 1700 تقريبا 1800 متر. هل ستكون هذا عامل يعني سلبي أم لا على المنتخب الوطني التونسي؟ هذا لا نتمناه. نتمنى المنتخب الوطني التونسي يكون مردوده طيب مثل المباريات السابقة ويتحكم مثل ما كان تحكم خصوصا في مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب زامبيا اللي كسب هذا اليوم مركز ثلاثة بعد انتصاره على المنتخب الغاني بنتيجة مقابل صفر. لفقي بن سليمان، مهدي بن سليمان، مهدي بن سليمان لليمين باتجاه قيس الغضبان، بوعزيزي قيس الغضبان، قيس الغضبان البوعزيزي وتواغل من الجهة اليمنى و ستة عمتة. بوعزيزي الذي لم يشارك في دور نصف النهائي بالإذارين كذلك والآخر في دور نصف النهائي كان متغيب بارز، وفي هذا اليوم يعود إلى التشكيلة الأساسية. موتانك تعويلا من موتانك وخروج طيب من شوشان. زبير بيا، مهدي بن سليمان، مهدي بن سليمان، مهدي بن سليمان يحافظ على الكرة ويمرر الكرة باتجاه عادل، عادل السليمي داخل المناطق تفتك منه الكرة فيش. طبعا الجماهير الغفيرة و توغيه ثم فيش المدافع المهاجم وكرته بعيدة. فيش اللي يحمل رقم خمسة أمامكم هو مدافع ومهاجم وينتمي لفريق نادي اورلاندو وهدف في بعض الاحيان، وهذا النجم المحبوب قوي والاكثر شهره في جنوب افريقيا. وعلى فكره هو لازم يتمسك النهارده ان هو تملي بيتقدم من ورا لقدام كتير قوي. فريق شوشه شكري الوعد قائد المنتخب الوطني التونسي وصاحب مردود جد ممتاز في هذه النهائيات، واكبر دليل وجوده في تشكيلة المنتخب الافريقي صحبة زبير بيه. هنالك كذلك ثنائي من مصر ياسر رضوان، والهرب على فكرة اصدر الاتحاد الافريقي منتخب افريقيا وكانت حاجة جميلة جدا، اثنين من تونس واثنين من مصر، حازم امام وياسر رضوان. وما دام في وقفة هنقول ال11 لاعب اللي اختاروا اللجنة الفنية في الاتحاد الافريقي ليكونوا منتخب افريقيا. تعود من البوعزيزي والتوزيع في اتجاه مهدي بن سليمان والحارس عرنزي. موتانغ يحاول المرور امامه برخيصه، طيبا برخيصه، وتمر الكره الى بوتشليزي. موشي موتانغ، موتانغ امامه برخيصه وبرخيصه بالتماس. هذا الهدي برخيصه، المدافع الايسر اتصل للمنتخب الوطني التونسي. موتانغ راديبي للجهه اليسرى، بارتال وامامه البوعزيزي وافتكاك الكره من لفقي، طيبه من لفقي وبهدوء وحذاري في مستوى المنطقه. تمر الكرة من جديد لكن زبير بيا موجود في اتجاه عادل السليمي. عادل السليمي وفيش، وعادل السليمي والحكم الاوغندي يشير الى مخالفة سيد مسلم بي ضد عادل السليمي. الراديبي الى موتان، دور نهائي لكأس افريقيا الامم 99 بجنوب افريقيا، منتخب شاب امام المنتخب البلد المنظم الذي يشارك لاول مره في نهائيات كاس افريقيا الامم. برخيصه في اتجاه مهدي بن سليمان، والراديبي اللي يدخل اليوم في التشكيله لاول مره
كلاعب اساسي، يستلم الكرة من ارنزي، راديبي، توفي، توفي وباية من صبري جبلة اللي يدخل من ناحيته لأول مرة في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في التشكيلة الأساسية. كان كل للدقائق الأخيرة اللي قاعد دور ربع النهائي تونس الغابون اللي ترشح خلالها منتخب الوطني التونسي بضربة جزاء إلى التغطية على مستوى الدفاع. دكتور بل رقم 21 تينكلر، إريك تينكلر، تصويبته بعيدة. واضح كابتن رضا ان فريق جنوب افريقيا نازل المباراة عايز يهاجم وعايز يجيب جون بدري، لكن انا شايف فريق تونس مقفل كويس قوي ورا وبيعتمد على هجمة المرتدة. في اتنين بصفة مستمرة موجودين في الامام، عادل سليمي ومهدي بن سليمان، ودي كويسة جدا عشان تخلي برضو بعض الدفاع راجع لورا ما يهاجموش بكل الخطوط. نفس الطريقة كابتن حماده اللي كان انتهجها المنتخب الوطني التونسي ضد منتخب زامبيا في مباراه الدور نصف النهائي. قوه المنتخب التونسي واثاره الفني هو انه يدرس الفريق المقابل بشكل كبير وكبير جدا، ثم يختار الخطه التكتيكيه الناجعه للحد من قوه الفريق المقابل، ثم استغلال ربما نقاط ضعف الفريق المقابل. وعلى هذا المستوى لحد الان والحمد لله المنتخب الوطني التونسي نجح في هذه المهمه. المدرب المنتخب فاركر على طول لازم هو ربع ساعة برضه الأولانية مهمة أوي في حرص فريق تونس إن شاء الله في بداية المباراة. الآن وصلنا إلى الدقيقة 36 ثانية والنتيجة دائما تعادل بدون أهداف من المنتخب الوطني التونسي ومنتخب جنوب أفريقيا، وتمر لكن هنالك بقديدة ثم برخيصة ولفقي ويرفع رأسه وببرود الدم، يعني تحكم في الأعصاب وهذا شيء جد طيب. مهدي بن سليمان، مهدي بن سليمان يحافظ على كورته ويرجع واحدة اثنين، مهدي بن سليمان من جديد يمر، هنالك مخالفة ويعلن لها الحكم السيد ماسيم بي. التحكم في الكرة، التحكم في الأعصاب من الأشياء الإيجابية والهامة في بداية اللقاء بالذات مع جمهور كبير قوي كده، يعني موجود بيلعب بيشجع فريقه. هو عادة الربع ساعة الأولى تكون أهم كرة في اتجاه عدل السليمي، لكن قوية التمريرة. ويعني أنت كابتن حماد إمام علقت كثير في هذا الملعب، ملعب جوهانسبرغ، يعني هو جمهور على فكرة جنوب أفريقيا في المدرجات بس، يعني اللعيبة جوه الملعب مش حاسة بيه. والحاجة الجميلة في فريق تونس بالذات في الماتش زامبيا إنه لعب أعصاب هادية جدا، وأنا في اعتقادي ده كان سبب رئيسي إن هم يفوزوا بالمباراة، كانوا بيلعبوا بثقة كبيرة جدا. موتانج بوتيليزي ثم راديبي موشيو والفقيه يفتك الكرة ويرجع بقديدة عادل سليمي متقدم يطلب في الكرة ويوزع له الكرة، ثم مخالفة واضحة ضد فيش، حوار بين فيش وعادل سليمي وتنبيه الاول. عادل سليمي خطير وخطير جدا، واكيد ان المنتخب الجنوب افريقيا ومدربه السيد باركر يعني مراقبه مهدي بن سليمان. بالضبط، يعني مهدي بن سليمان بيتحرك كويس قوي قدام الخط 18، وكره ثابته لصالح المنتخب الوطني التونسي. زبير بايوة في التنفيذ وتجيب ركنية لصالح المنتخب الوطني التونسي. قوة المنتخب التونسي كذلك في الكرات الثابتة، شاهدنا العديد من الأهداف تاع المنتخب الوطني التونسي في الكرات الثابتة، منها في الدور نصف النهائي أمام زامبيا تقدم بقديدة لاختطاف الكرة بالرأس، وكذلك صابري جبلة وتمر الركنية ويخلق الهجوم سريع للفريق جنوب افريقيا عن طريق بارتلت وتوزيعته مخطئة والحمد لله.
هو النهارده الحاجه الغريبه في تشكيل جنوب افريقيا المهاجم اللي انا بعتبره من اخبر المهاجمين اللي هو مارك ويليامز مش في التشكيله الرئيسيه، والنهارده بيلعب ماسينجا بعد الايقاف، لكن انا اعتقادي ان مارك ويليامز اخطر كتير قوي من ماسينجا في هذه البطوله. الحمد لله انه ما لعبش. مهدي بن سليمان، مهدي بن سليمان يحافظ على الكره، يحافظ مهدي بن سليمان، يدخل مناطق مهدي بن سليمان، ومخالفه، مخالفه قريبه جدا من الخط، والحكم الاوغندي يشير الى مخالفه لصالح مهدي بن سليمان اللي تم اختياره من قبل الملاحظين والصحفيين في لقاء الدور ربع النهائي امام الغابون كاحسن لاعب فوق الميدان، ثم في مباراه الدور نصف النهائي كان اختيار زبير بيا كاحسن لاعب. زبير بيا وعادل السليمي امام الكره، كره ثابته خطيره بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، نتمنى ان تتحول الى هدف وتمر قويه وفوق المرمى بالراس. خطيره الكره، اخذ الهدف الرخيص هو اللي لعبها رخيصه يعني كان على بعد انذار، لكن طبعا متشاطه جامده جدا، هنشوفها تاني اهي، هنشوفها تاني، ولعبها في منطقه حساسه جدا. على فكره هو جاب جول قبل كده بنفس الطريقه، وطى راسه شويه فجاب جول، النهارده عالي شويه. على فكره ملقب الهادي برخيصه ونابل بيكمان من الصحفيين والملاحظين، وهجوم لصالح المنتخب جنوب افريقيا في التوزيع هنالك برخيصه، و ماسنجا يرجع الى موتانج، يوزع موتانج وحذاري هجوم، وصبري وصبري جاب الله، طيبه من صبري جاب الله، ولعيبه طول الشاور ونهب بزكا بيده، يعني يمكن لو في اعاده حتى انا هنشوفها تاني اهو، هنشوفها تاني، يقول لو مسكها بايده وطلعها بايده يعني، لكن الحكم بيديها ضربه رصيد. ركنيه بركنيه بعد 12 دقيقه لعب في الشوط الاول، والنتيجه التعادل بدون اهداف بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب جنوب افريقيا. وفش فش بالراس جانبيه والحمد لله، معك فش مثل المدافعين التونسيين بقديدة وكذلك برخيصة يتقدم في الكرة الثابتة، وهو أيضا من اللعيبة اللي اختيروا برضه في منتخب في تشكيلة منتخب أفريقيا، مارك فيش من جنوب أفريقيا 21 سنة في نادي أورلاندو. فريد شوشان، عادل السلمي، قيس غزبان، ثم مهدي بن سليمان، غير من المكان مهدي بن سليمان، يتوغل مهدي بن سليمان، وهنالك مخالفة من الحكم يشير إلى 6 أمتار خطير لمهدي بن سليمان. موتانج تينكلر وترجع من شوشان، برخيصة موجود، ثم لفقيه وتمس المنتخب الوطني التونسي. ربما كملاحظة أولى، المنتخب جنوب أفريقيا لم نشاهده لحد الآن في تقريبا بعد 13 دقيقة لعب بنفس الطريقة التي كان لعب بها أمام المنتخب الغاني في مباراة الدوري. طبعا ده مباراة نهائية لازم يبقى عنده بيلعب بحرص برضه، لكن هو عايز يلعب بناحية هجومية، وأنا شايف فريق تونس مقفل ورا كويس قوي، وبالذات عادل سليمي ومهدي بن سليمان وجودهم الاثنين قدام هي خطوة موفقة جدا عشان يسحبوا معاهم زي ما احنا شايفين هم ثلاثة. تعود من موتانج، توزيعة بوتيليزي، تعود لبوتيليزي الكرة، بوتيليزي موتانج واحدة فين كما ترخيصة، وفريد شوشان، شوشان وعادل السليمي يطلب الكرة طويلة باتجاهه، طويلة باتجاه عادل السليمي أمام فيش، عادل السليمي، عادل السليمي في حوار أمام فيش، عادل السليمي يمرر للبوعزيزي، وحاول دخول البوعزيزي، حاول أن يفزع دفاع
المنتخب جنوب افريقيا تمر من بوتيليزي لليمين الى مطان. بعد 15 دقيقة لعب في الشوط الاول النتيجة التعادل بدون اهداف. هذا الدور النهائي لنهائيات كأس افريقيا الامم رقم 20. راديبي فيش راديبي برخيصة تعود إلى المهدي بن سليمان. تعود إلى مطن. مطن دكتور كيلو في اتجاه مطن في طيبة من طيبة من منير بوقديدة. راح تعود المنتخب جنوب افريقيا وطيبة من لفقية تغطية. طيبة من لفقية رسمية ثانية. فات بارتلت رقم 17 امامكم. انا شايف دلوقتي هجوم جنوب افريقيا كله من خط الوسط. يعني هو ده الخط الوحيد اللي دلوقتي بيتحرك اكثر. ان دفاع تونس ماسك المهاجمين كويس قوي. ومهدي بن سليمان وعادل التريني ماسك ورا مش مخلي المدافعين يتقدموا لقدام. دكتور كومالو والحمد لله والحمد لله بسلام والحمد لله بسلام. كوره في العرضيه تملي خطير. هاي الاعاده امامكم. ماسينجا رقم 6 لاعب ليدز يونايتد 27 سنة. شوشان تمر العادل السلمي يحافظ على الكرة لكن هنالك تغطية. تينكلر و افتكت الكرة من منير بقديدة. طيب منير بقديدة مع عادل السلمي يطلب الكرة من الجهة اليمنى. عادل السلمي وفيش واكيد ان محاصرة فيش لعادل السلمي. اوه تضرب في القائم لكن المراقب الخط يشير الى ان الكرة تجاوزت الخط النهائي. هو عموما وجود عادل السلمي جنب مارك فيش دي كويسة جدا. طبعا المدرب تولي استعملها كويس قوي لبساعد المدام كتير قوي ممكن يستغل هذا الخط. اذا تقدم عادل السلمي يستغل الفرصة واذا لم يتقدم كسب المنتخب الوطني التونسي. اللاعب يعني يرجع وراء يعطي يعني يخليه دافع اكثر من هيك. مخالفه للمنتخب جنوب افريقيا وتينكلر في التنفيذ. منير بقديدة مهدي بن سليمان. مهدي بن سليمان وعادل السليمي امامه. مهدي بن سليمان يحمى على الكره. مهدي بن سليمان مهدي بن سليمان يتقدم قوية وخلعها طيبة جدا. محاولة طيبة للمنتخب الوطني التونسي. مهدي بن سليمان هذا اللاعب الشاب الذي اقحم في تشكيل المنتخب الوطني التونسي في اخر اللحظات. تصويبة قوية من المهاجمين اللي ربما هو استغل خروج الريدس بره شوية وشيطاله. كان ممكن لو سيارة يعني قليلة شوية ممكن تخش جوه كود. لكن لعيبة والله كويس قوي على فكرة. اختياره مكسب كبير قوي لهجوم تونسي. لاعب بيتحرك كتير قوي بيخش في كل كره. وعزيزي طيبة من زبير بيا مراوغة. وتعود لفقيه. لفقيه صبري جبلة طويلة في اتجاه عادل السلمي. تعود من فيش وتمر الكرة وطويلة. ترجع من جبلة من جديد. تنكلر حاليا بوتيليزي يفتش على الثغرة لتمرير الكرة. تعود الكرة بوتيليزي لليمين اتجاه مطعم. مطعم امامه برخيصة. مطعم برخيصة. مطعم برخيصة يلمس الكرة وهنالك ركنية. النهارده موجود بيليه و سعودي الاهلي كره القدم العالميه بيليه. بلاتيني كمان برضه موجود النهارده. كنا جرينا مع حديث في مباراه الدور نصف النهائي بين تونس وزامبيا. دكتور كومالو في التنفيذ الركنيه وبالراس تعود من الدفاع. وهنالك بوتيليزي
توديعة جديدة وشكر الوعد. شكر الوعد. حوار بينه وبين منير بقديدة قائد المتقابلات التونسي. حارس ترك بسماته في هذه النهائيات. طبعا بيلعب دور خبرة كبيرة أول في هذه المباراة. على فكرة الكرة دي خطيرة جدا، يمكن تونس جابت منها جول زي كده اللي هي الهدف الرخيصة الأوفر كالملعوب، يا دوبك كيري قدام الجول ودخل جوه جول في ماتش ده. 25 دقيقة تصلنا على نهاية هذا الشوط الأول و عشرين دقيقة مرت و 25 دقيقة من هذا الشوط الأول، والنتيجة دائما التعادل بدون أهداف بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب جنوب أفريقيا. موتانك تعود الكرة. موتانك برخيصة ومهدي بن سليمان يتقدم. مهدي بن سليمان عاد سليم من الجهة اليمنى. مهدي بن سليمان، مهدي بن سليمان سيحاول الدخول. مهدي بن سليمان يحاول ويدخل. مهدي بن سليمان، مهدي بن سليمان يخلص الكرة أمامه وعاد سليمي ممتازة جدا الهجوم لصالح المنتخب الوطني التونسي. تبقى للمنتخب الوطني التونسي الآن في القصر وهجوم سريع وخطير جدا من مهدي بن سليمان، كان توغل كما يجب حاضر على كورته وكان هنالك تخوف كبير من الدفاع. مخالفة صبري جاب الله فرصة جميلة جدا عملها مهدي بن سليمان اللي عدى نصر بالله وكان عادل سليمي وخط خطوة واحدة بس قدام كان ممكن يبقى فيه جول أكيد لكم. ومع الأسف هنا الحكم الأوغندي يخرج الورقة الصفراء لصبري جاب الله. هذه إعادة للتوغل. مدافعان دخلا وخطوة واحدة عادل سليمي وخطوة واحدة لقدام وكان مرافقه، كان مرافقه مدافع عادل نيل صوفي كان معاه على لحظة ما بيتهزت الكرة لكن عملها حلوة القاطرة البشرية التونسية مهدي بن سليمان. مخالفة لمنتخب جنوب افريقيا ومقددة وتمر الى موتانج. موتانج يحاول يوزع وتمر فوق المرمى. الحمد لله فوق المرمى. شكرا للعب. الحمد لله. هو عموما ماسينجا مشهور قوي بخطف الكرات امام المرمى في منطقه الست ياردات عشان كده لازم مراقب كويس جدا سواء بالرجل او بضربه الراس زي ما احنا شايفينه وايد لعبت لفوق ولعبها في الزاويه البعيده لكن الحمد لله ثلاثة. وهو يلعب في البطوله الانجليزيه مع فريق ليدز يعني اختطاف الكرات بالراس من هو قليل المجهود لكن كثير الفنيات زي ما مخالفه اللي فاتت منتخب الوطني التونسي. والفائت مهدي بن سليمان الذي كون خطر وخطر كبير على المنتخب الجنوب افريقيا. واذا تحول بعض الهجمات التونسية الى هدف باذن الله في هذا الشوط الاول. تصويبة قوية من سفيان لبقيس لاعب الوسط. ارنزي يعني منتخب جنوب افريقيا الى حد الان بقي في مكانه يعني هو حاول في الدقائق الاولى ان هو يضغط على فريق تونس ويجيب جول سريع لكن فريق تونس كان قافل كويس قوي وبيعتمد على الهجمه المرتده الجميله السريعه من تير راس الحربه قاطره البشريه التونسيه مهدي بن سليمان وعادل سليم. فدول خلى كل مدافعين جنوب افريقيا ضلوا في المنطقه الخلفيه ولا يساعد الهجوم فقادر عليه قوي دفاع تونس. طويلة من تي في وحذاري ترى صبري صبري جاب الله بالراس ومخالفة. الحكم يترك الكرة و قيس الغضبان في التماس. هذا اللاعب الشاب 20 سنة فقط ومشاركة جد إيجابية وطيبة في صلب المنتخب الوطني التونسي. تمر ومنير بقديدة تنكلر وبقديدة بالرأس من جديد. موتانغ تينكلر بوتيليزي وفيش يفتكلوا الكرة عادل السلمي يفتكلوا الكرة عادل السلمي. هناك مخالفة ضده الحكم يترك الأسبقية ومرور بالكرة مرور بالكرة عن طريق قيس الغضبان. قيس الغضبان في الجهة اليمنى. قيس الغضبان يمرر المهدي بن سليمان
مهدي بن سليمان، مهدي بن سليمان هنالك مخالفة أم لا؟ الحكم يشير إلى 6 أمتار. يبدو لي أن هنالك إصابة. إن شاء الله تبقى بسيطة. مهدي سليمان دلوقتي عامل إرباك كبير جدا في دفاع جنوب أفريقيا وبالذات من الناحية اليمنى. ومخلي بدل مكانه 3 مع هو وعاد السليمي بقى 4 مع ويبقى خارج الميدان ونتمنى أن يعود بسرعة ل المنتخب الوطني التونسي الدكتور حاتم جمعة وكذلك المدلس سعود النمسي والمدلس الثاني سفيان بن حميدة وتوجهوا إلى اللاعب مهدي بن سليمان والكرة تبقى بحوز المنتخب جنوب أفريقيا. محاولة المرور من الدكتور كومالو سينكلر إعادة الكرة سينكلر لليمين موتانج موتانج يوزع تمر الكرة ومخالفة لبقية المنتخب الوطني التونسي. نتمنى ان مهدي بن سليمان لسه بيتعالج بره وينزل على طول انه برضه عامل قوة ضغط كبيرة جدا على كليف فارك راو زي ما احنا شايفينه وبيدي تعليمات ان هو لازم يتراقب هو وعادل السليمي ان الاثنين عاملين زي ما بنقول رعب في دفاع جنوب افريقيا ومخليهم واقفين كلهم ورا مش قادرين يساعدوا القوة الهجومية لجنوب افريقيا. 19 دقيقة تصلنا على نهاية الشوط الاول والجماهير بدأت تجمد هنا في هذا الملعب ملعب جوهانسبرغ الذي يحتضن نهائيات كأس افريقيا الامم المنتخب التونسي دائما ب10 لاعبين. عادل السليمي يحافظ على الكرة. عادل السليمي الخبرة ويحاول يغير تعود الكرة عادل السليمي ويربح تماس. كل هذه اشياء يستغلها ويستعملها لاعب لما تكون عنده خبرة حتى يتحكم في الكرة و ينرفز ربما الفريق المقابل. مهدي بن سليمان يعود للميدان وغاري كاسبرزاك البولندي الفرنسي اللي كان شارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 78 بالأرجنتين صحبة المنتخب البولندي. هو جمهور جنوب افريقيا هادي معنى كده ان تونس كويسة ان هو يلمسك الكرة ومعاملة يعني نقدر نقول توازن في الملعب بين هجمات جنوب افريقيا وهجمات تونس ان لم يكن هجمات تونس الاخيرة اخطر من هجمات جنوب افريقيا. كابتن حمادة انا اتمنى لانه عودتنا وخاصة ان انت كنت جالس يعني في جوهانسبرغ انه المطار ينزل في الساعة 4 الان الساعة 5 الا 5 دقائق محلي هنا في جوهانسبرغ والشمس دائما متواجدة يعني حتى ربما تبرد الاعصاب اكثر بالنسبه للجماهير وبالنسبه للاعبي منتخب جنوب افريقيا. نتمنى ما تنزلش الامطار انها بتاثر قوي على اللاعب العربي بيتضايق قوي بسببه مع الامطار. نتمنى والجو جميل قوي دلوقتي والشمس طالعه زي ما احنا شايفين نتمنى كده تبقى حتى نهايه المباراه. لان المطر بيبقى ليها تاثير كبير قوي في اداء اللاعبين. طويله باتجاه عادل السليمي ثم فيش فيش برخيصة موتان برخيصة من جديد زوبير بيا وتنكلر وتخرج الكرة تخرج الكرة برقم الخط الرابع الرئيس بتاعه رئيس جنوب افريقيا نيلسون مانديلا زوبير بيا زوبير بيا قيس غزبان تغيير اتجاه اللعب لفقيه وهناك إصابة قيس قيس غزبان النرزة واضحة النرزة واضحة على لاعبي جنوب افريقيا اتمنى وهناك انذار انذار يوجه الحكم هذا مراقب المباراة من بوتسوانا سيد بامجي والانذار يبدو لي لرقم 8 وسيتم اخراج قيس الغربان هذا اللاعب الشاب نتمنى انه لابس لاعب وسط النجم الرياضي الساحلي اللي كان تحصل على كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم واول مشاركه ضمن المنتخب الوطني التونسي في نهائيات كاس افريقيا الامم 96 وعلى فكره النهارده واضح قوي طبعا زي ما احنا عارفين ان زوبير بيا من اللاعبين المميزين جدا في فريق تونس فالنهارده كليف باركر بمناسبه هو موجود قدامنا على الشاشه بيخلي اريك تينكلر بيلعب معاه مان تو مان على طول عشان طبعا عارف ان هو اخطر لعيب تونس هو صانع الالعاب فيمكن هما الاثنين النهارده وايريك تينكلر كمان يعني لعيب كويس قوي في فريق جنوب افريقيا يمكن هما الاثنين النهارده مش موجودين في الفرقتين
ده خبط مدربين زي ما بنقول. يعني الاثنين الكبار مجهودهم قليل قوي في الملعب نظرا ان هم بيراقبوا بعض على طول. هذه اعاده للمخالفه واضحه يعني قويه، ونتمنى انه الشاب قيس غضبان يعود وتمر الكره مهدي بالسيمان. لا طويله لفقيه ببرود الدم مر الكره لبعزيزي، وعزيزي طويله وخرج الميدان. شاهد في لاعبين المنتخب الوطني التونسي خالد بدرة ونفعت الحنيني يقومان بالحركه التسخينيه. 15 دقيقه فقط تصلنا على نهايه الشوط الاول، والنتيجه كانت امامكم. التعادل بدون اهداف بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب جنوب افريقيا. جهاز ابو عزيزي هو الاخر، مردوده كان جد ايجابي في هذه النهائيات. و الحكم الاوغندي سيد ماسيمبي يطلب من خالد بدرة وكذلك لسعد الحنيني التدرب في المنطقه الثانيه وراء خلف الحارس ارنزي حارس جنوب افريقيا. فيش تعود الكره من موتاني الى راديبي وطويلا فيش تحضير بالراس وتحضير وتصويبه، وهنالك لصبري جاب الله بها لصبري جاب الله. وزبير بيا يراوغ داخل المنطقه زبير بيا ويخرج كره في اتجاه مهدي بن سليمان وتماسك طرف المنتخب الوطني التونسي. راديبي المدافع منكم برخيصه متحصل هو الاخر من صاحب الترجي التونسي في ناديه على كاس افريقيا الانديه البطله، ثم الكاس الافريقيه الممتازه، ثم الكاس الافريقيه الافرو اسيويه مخالفه للمهدي بن سليمان والمنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني التونسي بالطبع يمثل تونس ويمثل كل العرب في هذه التظاهره، وايضا يمثل كل البلدان الافريقيه الناطقه بالفرنسيه، والدعم كبير كانوا الزملاء الصحفيين في جنوب افريقيا من توزيعه من عادل السليمي. تمر الهجوم ماسنجا لكن صبري جاب الله يسقط فيه وحذاري، لان صبري جاب الله عنده انذار طويله. وشكري الوعد لكن الكره خرجت برا، خرجت لان مراقب الخط كان قريب جدا ورفع رايته. حاول ما يزال في رايي خط الوسط في جنوب افريقيا وانشط خطوطه عن هجوم وعن دفاع، وايضا خط هجوم تونس هو انشط الخطوط حتى الان مع خط الدفاع اللي واقف وقفه صلبه امام هجمات جنوب افريقيا. وعاد قيس الغضبان للميدان والحمد لله. اتمنى الاصابه لن تؤثر على هذا اللاعب الذي نشاهده يزك زك خفيفه ان شاء الله بطلع. كرة لجنوب افريقيا توزيع وتخرج. على فكرة مدرب تونس النهاردة كن صبري جاب الله يلعب النهاردة مباراة زي دي، لكن ليه فعلا واجب دفاعي مميز قوي في مراقبة ماسنجا، وبرضه المدرب ليه دور كبير قوي في او العين الخبيرة انه بيختار لاعب في مركز بيبقى مؤثر جدا. واشاهد في خالد بدرة يعني علي السلمي مساعد المدرب هوري كفر ذاك يطلب من خالد بدر انه يحضر نفسه، يبدو لي انه سياخذ مكان قيس غربان. مع الاسف انه خير قيس غربان يعني مردوده كان جد ايجابي ونفذ المخالفه. وبوتيليزي مطنق حاليا يوزع موتون وصبري جاب الله بالراس. مردود طيب لصبري جاب الله مدافع مستقبل رياضي بالمرسى 22 سنه، اغلب لاعبي المنتخب الوطني التونسي شبان، وهذه الميزه. شوفوا الحوار بين عادل السليمي وفيش. عادل السليمي وعزيزي استفتك منه الكره، لم يتفطن لوجود المهاجم الجنوب افريقيا من المهاجمين بتاع جنوب افريقيا، وما وقع اول مدافعيه للمنتخب.
قلت التوزيع من بارتلت وكل اجابات جنوب افريقيا دلوقتي اما بيصلح لإيريك عشان يشوطه شوط جامد او بيرفع اوفر في منطقه ال 18 امام تكتل الدفاعي لتونس. خروج طيب لشوشان بوتيليزي للجهه اليسرى. بارتلت يصوب بعيده على مرمى شكري اللواعي. ماسينجا هو تغيير الاماكن بين ماسينجا وبارتلت تحولها بصفه الستايل بتاع اللاعب يعني. وبعدين هم كلهم كمان حريم شعرهم زي بعض يعني. هو دلوقتي زي ما بقول جنوب افريقيا بتعتمد على الكور العرضيه امام مرمى شكري الواعر وبيحاولوا يشوطوا من بره عن طريق اريك، لكن منتخب تونس ماسكه كويس مش مديله فرصه ان هو يسدد. وعزيزي الى زبير بيا ثم لفقيه في اتجاه عادل السلمي. تويلا بعيد على عادل السلمي وتماس لجنوب افريقيا. جماهير جنوب افريقيا رغم تحولها بكثره الى ملعب جوهانسبرغ متخوفه من المنتخب الافريقي. ده اكبر دليل انها تكسر خالص، خاصة بعد التصريحات التي ادلى بها بوبي تشارتن صباح اليوم الى اذاعه جنوب افريقيا. كل بان المنتخب الوطني التونسي منتخب يتكون من شبان بامكان مغرسة المنتخب الافريقي والحمد لله جاء على مطن. بوبي تشارتن يقول مهاجمان خطيران لتونس سليمي و مهدي بن سليمان بامكانهما مفاجاه دفاع جنوب افريقيا. ونرجع زوال حال المدرب كيف باركر. من دقائق توصلنا على نهايه الشوط الاول والنتيجه بيضاء بين المنتخبين في نهائيات كاس افريقيا الامم رقم 20 هنا بجنوب افريقيا. الكره ترجع من ماسينجا وتفتك البوعزيزي والهجوم المعك باتجاه عادل السلمي. حوار بين عادل السلمي وفيش الى حارس مرمى ارنزي الرديبي. رديبي كل لاعب من تونس مع لاعب جنوب افريقيا فبيضطر يلعب كره طويله وعاليه. صبري جاب الله وتبقى لمنتخب جنوب افريقيا. توزيع وهنالك كومالو دكتور كومالو ويخرج حذاري التصويب لكن البعديدي بالراس عادل سليمي وافتكاك كره لكن تعود من جديد لبوتي ليزي وتمر وحذاري هجوم خطير وشكري الواحد سهله وشكري الواحد كان توزع بسرعه والهجوم بسرعه. هذه قوه الحارس عندما شاهد زميله لا يوزع كره. قيس غربان واضح الاصابه على قيس غربان واضح تأثير الإصابة على اللاعب قيس غضبان لأنه كان أسبقية للمنتخب الوطني التونسي. ثلاثة مهاجمين قيس غضبان وعادل السلمي والمهدي بن سليمان. إن شاء الله اللي بعدها يتم استغلالها. وهجوم لجنوب أفريقيا حذاري توزيع وبالرأس على العارضة بزار الخطر. الحمد لله والحمد لله والحمد لله بالعرض خطيره جدا جدا عملها جون مشوي بالعرض كانت خطره جدا جدا وتيجي في القاء وترجع لدكتور كمالو. شوف جون مشوي جاي برضه اجوان في فريق جنوب افريقيا ويخش دكتور كمالو وشايطها بالوضع فوق الحمد لله وشكري كمان لمسها هو اخلى جوه جون يمكن تراتيب صعبه يضربها في العرض وتطلع ودكتور كمالو يلعبها في المدرجات. وهنا مرة أخرى تبرز قوة الحارس حارس المنتخب الوطني هو خبرة تسعة أو أكثر من لاعب منتخب الوطن أعتقد يا كابتن رضا ودي ظاهرة صحية في كل الفرق بتلعب بناشئين. يعني اختياره كحارس مرمى لتشكيلة منتخب أفريقيا في نهاية الصوت هنقول للجمهور العربي كله تشكيلة منتخب أفريقيا اللي اختاروه اللجنة الفنية للاتحاد الافريقي.
واللي من ضمنهم نجد سيد عبد المجيد شتالي التونسي اللي كان متواجد رقب كل مباريات جربة تقدم بالكرة للرديبي تعود بالكرة يمر وهنالك المدافع ولا وجود لمقاتلة هو طبعا اللواء اللواء حلو بحذره عشان كده ما سيمبا ده 100% لاعب كورة هو كورة قديم ان الحركة اللي واقع بيها ماسينجا المفروض ياخد فيها انذار بالظبط عايز يعمل احراج هنشوفها تاني محدش لمسه وماشي اهو وماشي بعد ما الكورة ما ادته فرصته بيقع عشان يحرج الحكم في مباراة زي دي ويمكن هو اكتفى بتحذيره شفويا ماسينجا ليدز يونايتد ده وعنده خبرة لكن على مين على ماسينجا برضه اقدم حكم في افريقيا وخمس دقائق على نهاية الشوط الاول طيبة من الحكم لكن ربما شخصيا كنت انتظر الورقة الصفراء بالضبط كده المفروض شكري الواع عادل السلمي وتعود اتجاه عادل السلمي لكن هناك تغطية والارتباك من تينكلر وعادل السلمي ياخذ الكرة مخالفة وربما انذار الثاني رقم 8 وداله انذار هذا عنده الانذار هو عشان كده ما ادلوش هذا عنده الانذار خمسة تخوف الحكم يعني وكان ودخلها تاني لما لقى نمرة 8 لا هنا احنا هسيبها بدون تعليق للجمهور العربي كله شوف يعني احنا هنسيبها بدون تعليق لكن التعليق الاضافي يعين يعني لانه كان يريد ان يخرج الورقه الصفراء ولما انتبه انه رقم 8 هيبقى عنده تكون الصفراء الثانيه تساوي الحمراء والخروج والاتجاه نحو حجره ملابس فخير السيد ماسيمبي الغير بفوز قوي تحكيمه في الشكل اللي كانت واضحه قدامنا كلنا يعني قانون ولا لعب مع القانون يعني واضح تساهلنا معه في الانذار ربما وانا لم اتسامح معه الانذار يعني في مغالطه الحروف مغالطه القانون واضح يعني والاتحاد الدولي مصر كل الاسراء على كل هذا المنتخب الشاب التونسي العربي صمد الى حد الان والحمد لله في نهايه الشوط الاول و ربما كان تعطي تغيير ثاني لهذا الدور النهائي معليش تنفذ من زبير بيا في اتجاه برخيصة وعموما كويس برضو حصل فاول ولعب هيدي شوية ان كان في الخمس دقايق الاخيرة في اكثر من هجمة لجنوب افريقيا فكنا لعيبة تونس بالخبرة بتاعتهم وبالذات شوف الواحد قدر يهدي اللعب عشان يهدي هجمات تونس ودي برضو اللاعب الخبرة وجوده مهم جدا شكر الله وعادل السلمي هو اللي كان حتى عن المخالفة وهنا قطع ثمانية ألف متفرج سكتوا هنا في هذا الملعب دقيقتان لنهاية الشوط الأول والنتيجة دائما تعد بدون أهداف هذا الدور النهائي لتحقيق الأمم 96 للمنتخب الوطني التونسي والمنتخب الشاب هذا المنتخب جنوب أفريقيا كومالو دكتور كومالو ومعه البوعزيزي يمر كومالو يوزع حذاري وترجع من بوقتيدا بجانبه ولعب الكره اللي فاتت دي حلوه قوي انه طوبها كانت ممكن تعمل خطوره لكن دفاع تونس يقظ جدا ويطلع شده الكره بارك ليت النهارده بيلعب هو مكان مارك ويليامز شوف الكره فوتها خطر جدا لكن يا ولد تقدر نقول عليها كده نور بخديده لعبها كويسه قوي كان عنده رد فعل سريع قوي ويشتت هذه شوشان تونا في اتجاه عادل السلمي يترك الكره تمر والتينكلر ما فيش بالراس وعزيزي زبير بيا تحكم في الكره وتحكم في الاعصاب وتوزيع كره في جماعه من خلال المدافع وتمر برخيصة ياخذ الكره وفي اتجاه عادل السلمي لكن فيش تمريره قيس غضبان فيش كان امامها والهجوم معاك سريع لل
منتخب جنوب افريقيا ونلف مخالفه لكن الحكم يتصل اصبحيه موطانج يوزع موطانج وبالراس وجانبيه شاهدت مخالفه الفائت من البحجده وهذا ما يفسر من ايده واضحه جدا وهذا ما يفسر توجه منير بوقاتيده للحكم ماسندي برضه لازم الهدف الاخير يخلي باله شويه هو بيتقدم قدام بتتلعب الكوره كتير قوي لمتوانج رقم 2 بيعمل كوره عرضيه او جون مشوي اللي بيجي الناحيه فلابد ان حد يغير ياخد مكان هذه الرخيصه وهو بيتقدم لقدام وبيساعد الهجوم هذه بطريقه يعني اوتوماتيكيه تقع في المنتخب الوطني التونسي لما يتقدم برخيصه اما البوعزيزي اما لفقيه ياخذ مكانه في الجهه الشمال اليمين البوعزيزي بوعزيزي يتقدم يوزع البوعزيزي وتمر فما فيش قبل ان تخرج الكره الوقت انتهى والحكم يستعمل في الوقت بدل الضاع والنتيجه دائما بيضاء بين المنتخب الوطني التونسي الشاب والمنتخب في جنوب افريقيا طاوله من فيش وفريق تشام في التمام امامكم 46 دقيقه يعني دقيقه الوقت بدل الضاع والحكم سيد ماسندي حكم الاوغندي فيش وننتظر ان تكون ارجعوا الكره قوي بالراس من فيه وفياتي الاونة بالضبط يعلن الحكم سيد ماسن بي على نهاية الشوط الاول الى الدور النهائي لنهاية كأس افريقيا للامم 96 هنا بملعب جوهانسبرغ من منتخب الوطني التونسي الشاب ضد منتخب جنوب افريقيا البلد المنظم عبد الرحيم بالنسبة للشوط الثاني كانت تعطينا قبل شوية Thank you.
سادتي ونسي سادتي في الوطن العربي، اهلا وسهلا بكم مجددا من ملعب هامبورغ قبل انطلاق الشوط الثاني بين قارات، انطلاق الشوط الثاني للدور النهائي لكاس افريقيا للامم لسنه 1996. والتحيه من الاستاذ حمد امام ومن رضا العودي من هذا الملعب ملعب جوهانسبورغ. ومن البدايه اشير الان هنالك تغيير في تشكيله المنتخب الوطني التونسي، دخول لسعد الحنيمي يحمل رقم 21، اكيد انه اخذ مكان قيس الغضبان اللي اصيب. الحنيمي لاعب النادي الافريقي، والنادي الافريقي هو صاحب الكاس العربيه للأندية الفائزة بالكؤوس، إذا أخذ مكان قيس غضبان اللي أصيب، واللي ربما كان الحكم الأوغندي سيد مسلم بي أمامكم أنه يخرج الورقة الحمراء في وجه اللاعب رقم 8 بوتيليزي، حرم المنتخب الوطني التونسي من هذا في الشوط الأول اللي انتهى بنتيجة التعادل 0-0. ونأمل أن يتمكن المنتخب الوطني التونسي من مغالطة المنتخب جنوب أفريقيا في الشوط الثاني. طبعا منتخب جنوب أفريقيا يلعب من جمهوره، لكن جمهور هنا في هذا الملعب شاهدناه أنه في أمور الشوط الأول يعني هذه خالص، وابتداء ما معناه برضو أنه تونس ماسكة كورة وفريقة يعني مش ما فيش خطورة على مرمى تونس. يعني الحنيني مثل ما كنت أكدت أخذ مكان قيس غربان اللاعب الشاب 20 سنة لاعب النجم الساحلي، وكان مردوده جد إيجابي خلال هذه النهائيات. قيس غربان مع الأسف أصيب وانطلاق الشوط الثاني لفائت جنوب أفريقيا. يبدو لي أن منتخب جنوب أفريقيا أخ حسام بقي بنفس التشكيلة، لم يغير، هناك لاعب قاعد يقوم بالحركات التذكيرية حاليا. هجوم لمنتخب جنوب افريقيا لماسينجا وبوحديده التماس، وحذاري من الضغط في بدايه الشوط الثاني خصوصا في الربع ساعه الاول من هذا الشوط الثاني. تعود من موتان، ترجع له الكره موتان، يساعد للتوزيع طويله منه، وصبري زبالة بالراس قريبه، ومخالفة منتخب الوطني التونسي. أكيد أن الإنذار الثاني لبوتيليزي بقي في ذهن الحكم الأوغندي ماسيمبي. الحنيني ويتحسر على التماس، الحنيني يلعب خطة مدافع أيمن، يرجع بالكرة الحنيني لشكري الوعد. شكري الوعد نفس الهدوء برضو، واللعب الهادي عشان برضو الحماس اللي واخدينه في وسط الملابس يبقى ايه يذوب مع بداية المباراة. من زوجي ربيع وبوتيليزي، وبوتيليزي يعود ياخذ الكرة ويحاول المرور، و ابو عزيزي ثم الحنيني برخيطة، حوار بين برخيطة ومطعم وبرخيطة، لكن تعود وقديدة برخيطة يتقدم، برخيطة يتقدم، يعود من الوجه برخيطة عادل سليمي امامه فيش يفتكر من الكرة فيش الهجوم، وبوعزيزي زبير بيا يستعد يصوب وترجع من جديد، ثم بوقديدة يتقدم، ثم الجهة اليسرى تتوجه الكرة لمهدي بن سليمان، مهدي بن سليمان كان عايزه، مهدي بن سليمان يصوب كاد حتى ان يغلط، يغلط الحارس، اراد انه كأن العملية يعني فيها توزيع. هذا التغيير امامكم، الحنينية المدافع الايمن، المدافع الشاب، مدافع فريق النادي الافريقي، كل صاحب البطولة العربية للاندية الفائزة بالكؤوس. عرنزي، صبري جبلة، وحذاري هذا الهجوم والتصويبة، والحنيني طيبة منه الحنيني، وبرخيصة وتمثي
منتخب جنوب افريقيا. بار 3 امامكم مركز 17 برضو الهجمات برضو نفس الخطه اللي فيها ستيف باركر عايز يجيب جون برضو سريع في بدايه الشوط الثاني. مطان طيبة من قبل جبل العادل السلمي. عادل السلمي دائما في حوار مع فيش. وطيبة كرة في اتجاه مهدي بن كمال. مهدي بن كمال حاول المرور وتسعة امتار. يطالب بمخالفة مهدي بن كمال. هذا المهاجم الخطير، هذا المهاجم الشاب 22 سنة فقط، مهاجم مستقبل رياضي بالمرتا. كنا لسه بنقول لو لعب جنب نيل توفي اللي معاه كورة دلوقتي هيفرق كتير قوي، ان هو 33 سنة نيل توفي 34 او يمكن 34. وعكس بقى مهدي بن كمال سريع جدا، ممكن فرق اللياقة تفرق معاه كتير قوي ويروح لجون كبير. وقديدة برخيصة في اتجاه عادل السلمي برخيصة رخيصة وما فيش يترك الكرة تخرج. تقريبا 5 دقائق لعب في الشوط الثاني، ونقدر نقول هجمة هنا وهجمة هنا، يعني برضو زي ما هجمت جنوب افريقيا تونس ايضا هجمة. والكرة الهجومية هي اللي بتبعد الاجوان وتجيب اجوان. كومالو، دكتور كومالو، و التغطية من فريد شوشان. كالتوقيت امامكم والنتيجه. الدكتور كومالو، بوتيليزي كومالو، دكتور كومالو امام الحنين يوزع. دكتور كومالو حذاري بالراس والجانبيه. جانبيه الكور اللي بيلعبوها الجانبيه، وماسينجا دائما في اتجاه ماسينجا، عشان كده لازم يراقب مراقبه فعاله. وفعلا فريق مدافعين تونس عاملين مفرضين رقابه شديده على ماسينجا اخطر مهاجمي لجنوب افريقيا. والإعادة أمامكم، توزيع الدكتور كومالو في اتجاه ماسينجا، ومحاولة اختطاف الكرة من فابري جابالا. وزي ما بنقول النهاردة برضه فاكس التشكيل، وده يبين إنه مدرب فعلا فاهم واعي قوي، إنه حاطه في مكان يمكن أول مرة يلعب فيه، لكن والله يعني بيجد فيه إجازة تامة حتى الآن. وهذه ميزة المنتخب الوطني التونسي في هذه النهائيات، في كل مباراة المنتخب الوطني التونسي تقع له مشكلة على مستوى إصابة أو إنذار ثاني أو كذا، فالمدرب يجد الحل السليم والحد الأنجع للحد من التأثير السلبي للغياب المتواجد في تشكيل المنتخب الوطني التونسي. والحصار واضح لصبري جبلة للاعب ماسينجا. الحنيني وتماس ثاني، لو برضه عارفين كابتن غيبة لو حصل تعادل سلبي يبقى في وقت اضافي على شوطين، وبعدين لو استمر التعادل يبقى في ركلات الترجيح. وهذا ما وقع في مناسبه واحده في هذه النهائيات، كان في دور ربع النهائي بين تونس والغابون. وتونس تمسحت غير بوتليزي، هو اعتقد ان هو المدرب خاف ان هو شرط، هو المفروض انه شرط في الشوط الاول كابتن حمد ايمان. اذا رقم 19 ماكاليلي اخذ محاولة التصويب وديب ركنية، واعتقد كليب باركر حاسس انه في اي غلطة تانية، والحكم حاسس غلطته بتاعت الكارت هيديله كارت احمر على طول، عشان كده سحبه من الملعب. برضه يمكن هو محتاج له جدا زي ما قرينا النهارده في الجرايد، وقال ان هو بيعتمد على اعتماد كلي في رقابه على مفاتيح لعب تونس على مستوى الركنيات. 4 ركنيات في منتخب جنوب افريقيا وركنيه واحده للمنتخب الوطني التونسي. نصف الملعب الان اصبح يعني في الظل، يعني على مستوى الجماهير، واغلق جهه الملعب في نفذ الركنيه وبالراس وشكري الوارد. الكره تخرج ربحا للوقت وتحكما في الاعصاب. تينكلر هو الذي تقدم واختطف الكره بالراس، المدافع تينكلر
وجانبية لمرمى قائد منتخب الوطن التونسي شكري الوعاء. موطن طويلة وتمر الكرة حذري، تمر الكرة وهناك مخالفة، مخالفة للمشوي، المشوي سجل أربع أهداف وهدفين من منتخب غانا. هو هداف دلوقتي جنوب أفريقيا وثاني واحد بعد ألوشا فواليا، هداف الثورة حتى الآن بخمس أهداف لزامبيا، وكان في هداف من منتخب الوطن التونسي مع الأسف، مع الأسف أصيب يعني عماد بن يونس، وأيضا أحمد الكاس أعتقد ثلاث أهداف أيضا أحمد الكاس من مصر، وعماد بن يونس وعماد بن يونس ومام بيك وعبادي بليه ودينيس لوتا، كل دول جايبين ثلاث أهداف. وعماد بن يونس لعب مباراة فقط يعني كاملة واستعمل كمعوض، ومع هذا أموره تحسنت، ولكن مع الأسف لم يتمكن الإطار الفني من استغلاله في بقية هذا المشوار الهام للمنتخب الوطني التونسي. تحضير وتصويب وشكري الوعد، ممتازة من شكري الوعد، لعبة جديدة غارة يعني لعبة ان هو امسكها بايده وسابها، لكن شكري الوعد بقى وخبرته تنبه للحيلة اللي عملها فريق جنوب، شوف عملها ازاي كأنه هيمسكها بايده واتثابت، لكن شكري الوعد كان معاها استعملها في مباراة امام غانا. وشكري الوعر يؤكد من جديد انه يستحق ان يكون في حراسة مرمى المنتخب الافريقي. مخالفة ضد فيش، 10 دقائق لعب في الشوط الثاني والنتيجة دائما التعادل بدون اهداف بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب جنوب افريقيا. نصعد الحنيني، زبير بيا اللي هو الاخر في تشكيلة المنتخب الافريقي كلاعب وسط، ولقى مساندة واعجاب كبير من الفنيين والملاحظين تاع كرة القدم. صبري جاب الله وتعود الكرة موشيو، تبقى لصالح المنتخب جنوب افريقيا وترجع لفقيه. الان الهجوم المعاكس، الان الهجوم المعاكس لصالح منتخب الوطني التونسي. لفقيه، لفقيه والتمريرة مخطئة من جديد، لكن هناك مخالفه للتلفقي. استغلال كرات مهاري مرتده زي ممكن تشكل خطوره كبيره جدا، يمكن الباصه ما كانتش مظبوطه شويه. موشيو، موشيو ترجع من لفقي والتماكي منتخب جنوب افريقيا. تينكلاب لعب سوتيبال بالبرتغال من رادي بي، والتحضير وباهية من صبري جاب الله، والتقاط الكرة وصبري جاب الله من جديد، أيضا من صبري جاب الله في مناسبتين، وتبقى الكرة لصالح المنتخب جنوب افريقيا. توزيع وشكري الواعر موجود، شكري الواعر يقول أنا هنا وهنالك وهنالك لكمة، هنالك لكمة لكمة واضحة، والتوزيع ارجاع الكرة من مهدي بن سلمان بالرأس ثم بالرجل، وهنالك لكمة من المهاجم جنوب افريقيا مرة اخرى، ربما ورقة حمراء ثانية. اتجاه تنكلاب بل توفي، توفي طويلة منه وتحذير، وصبري جاب الله في الرسمية. هذا هو الحل الوحيد للمسلمين، وكان الاسلم، الاسلم والامثل. شايف جنوب افريقيا هجمة شوية دلوقتي، يا ريت فريق المستايم عمل الشكل اول في هذه اللعب. تبقى لصالح منتخب جنوب افريقيا توزيع، ويبدو لي شوشان بالراس، فعلا شوشان بالراس، وتصويبها بعيدة على مرمى شكري الوعر. الحمد لله، والحمد لله دلوقتي ان يعني شايف جنوب افريقيا وجمهور يتحمس المدرجات، فاحنا عايزين فريق تونس برضه زي ما عمل في الشوط الاول يهدي اللعب بالتمريرات من وراء للخلف للامام لغايه ما يهدي جماهير وفريق جنوب افريقيا اللي متحمس قوي في هذه الدقائق، وان شاء الله يهدى اكثر، لانه الان الشمس غابت كليا يعني ظل على كامل انحاء الملعب. تعود من فيش وفي اتجاه مهدي بن سليمان،
فيش يفتك الكرة فيش وتحكمه لكن نبقيه متواجد وتماسي طرح منتخب جنوب افريقيا ويبقى فوق العرضية. اتمنى انه لباس لانه دخول المدلك سعود النمسي والحكم بطبع يأمر باخراج اللاعب لبقي بنك احتياطي منتخب جنوب افريقيا. على فكرة لغاية دلوقتي كانت رضا 77 هدف بهدف زامبيا في غانا و 81 انذار و 82 او 83 انذار دلوقتي و 17 حالة طرد حتى الان في بطولة الامم الافريقية رقم 20 في جنوب افريقيا. يتم اخراج اذا سفيان لبقي وللتداول نتمنى انه يكون لاباس خصوصا بعد خروج لاعب الوسط قيس الغضبان في نهاية الشوط الأول تحضير ولكن شكر الواعد يأخذ كورته. نقترب من دقيقة 15 للشوط الثاني والنتيجة دائما بيضاء بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب جنوب أفريقيا وتمر وفريق شوشان في اتجاه الحليمي خليلي ثم قطاش دكتور كمالو الى فيش اتجاه فيش فيش مطان وخيب اتجاه الكرة ولمس الكرة المدافع وهذا عن رئيسة الوطن التونسي برخيصة يعني لا وجود لمخالفة بأمانة ارتماءه كان واضح اتجاه الكرة. 30 دقيقة تصلنا على نهاية الشوط الثاني وفي حال بقاء النتيجة على حالها بالتعادل يتم المرور إلى الوقت الإضافي. تعود وتصويبة بعيدة كل البعد على مرمى شكر الوعد من دكتور كومالو لاعب كايزر تشيفز 29 سنة كان محترف ايضا في الارجنتين قبل ما يجي كايزر تشيفز. اكثر اللاعبين شهرة هو وبارك فيش اعتقد في جنوب افريقيا في كل مكان في جنوب افريقيا في جوهانسبرغ اعلانات باسمهم هم الاثنين. في اتجاه عادل السليمي وفيش والحنيني ياخذ الكرة لحنيني العادل السليمي لكن دكتور كومالو طويلة وطيبة من صبري جبلة لحنيني ويرجع زبير فايا في اتجاه مهدي بن سليمان. مهدي بن سليمان امامه فيش ويحاول يمر لحنيني زبير فايا في التغطية طيبة ياخذ كورته وتمر رأس بقية المنتخب الوطني التونسي لحنيني في اتجاه البوعزيزي وعزيزي وركنية بدون شك ركنية لفريق المنتخب الوطني التونسي. هذه هي الكأس الممتازة أكثر دول حصولا عليها غانا أربع مرات أربع من الأسباب ومصر ثلاث مرات والمنتخب الوطني التونسي ومنتخب جنوب أفريقيا يكون لأول مرة من سيفوز بهذه الكأس إن شاء الله نقول نكون بإذن الله. هذا الدور النهائي الثاني بالنسبة لتونس تنفذ من زبير بيا بو عزيزي تفتك منه الكرة في اتجاه حسنجا حذاري من هذا الهجوم سريع الهجوم فريد شوشان فتمر الهجوم كان سريع بيلعب رجله الشمال عايز يلعبها برجله اليمين تعمل واو وتوصل لباركلت لكن اعتقد رجله اليمين مش بنفس دقة رجله الشمال. تعود من طوغي الى كومالو في اتجاه موطان المدافع الامامي يقدم في مساعدات لخط هجوم وخط وسط يوزع قبل الخروج ما زال الكره متواصله وتمر وهجوم عكسي طرح منتخب الوطني التونسي. زبير بيا في اتجاه مهدي بن سليمان طويله بين مهدي بن سليمان والمدافع اقرب يترك الكره تحت
النهارده واضح رديبي ولاعب رديبي ليه النهارده عشان سرعه مهدي بن سليمان. يمكن نياس الظهير الايسر اللي شاله اول مره بالتشكيل رقم ثلاثه كان ده السبب واضح قدامنا هو انه رديبي لعيب بيلعب في ليدز يونايتد ايضا ولعيب قوي فبيلعبه جنب مهدي بن سليمان اخبر مهاجمي تونس. صبري جبله و من جديد لموتانك والهجمات من الجهه اليمنى وتمر بالراس بعيده والحمد لله على مرمى شكر الواحد. دائما كرات في اتجاه ماسينجا بالراس. تحضير للتغيير الثاني في منتخب جنوب افريقيا وشايف انا في هو باين ماسينجا سايح رجليه وجعاه مش قادر يمشي. مارك ويليامز وهذا رقم 11 اللي هو مارك ويليامز ياخذ مكان ماسينجا بعد 20 دقيقة لعب تقريبا في الشوط الثاني. ومرور بوعزيزي ثم المدافع الايسر المنتخب الوطني التونسي برخيصه كانت في الكره لكن التوزيعه كانت في دين الحارس ار ان في فيش ويتم استغلال الجهه اليمنى باتجاه موتون اخراج الكره باتجاه تينكلر يوزع وحذاري يتمر على فكره وقف وده تسلل لكن اعتقد حمل الرايه ما رفعش لا تسلل احملها بعد لانه متاخر شويه متاخر كثير يعني ودي خطيره جدا برضه باتجاه هذا مارك ويليامز اللي اخذ اذا الان مكان ماسينجا والاخر يلعب في بطوله انجلترا مع فريق ولفرهامبتون. فكرة طيبة لكن تنفيذها طويلة شوية لكن فكرتها حلوة قوي كله افتكر انه هيلعبها لعادل السليمي ولعبها لزبير باي انه كان مدافعان في اتجاه عادل السليمي وكان زبير باي في الجهة اليمنى. الى حد الان المنتخب الوطني التونسي الشاب صامت امام هذا المنتخب جنوب افريقيا اللي كان ازاح في الدور نصف النهائي منتخب غانا بنتيجه 3-0 امام جماهير غفيره. من الساعه 10 الملعب كان شبه ملان صباحا بيتفرجوا على مباراتين المباراة رفع الستار المباراة الترتيبية بين زامبيا وغانا وهنا انذار للحنيني في هذه المرة اخرج الورقة الحكم الاوغندي السيد ماسيمبي لم يخرج في الشوط الاول الثانية في وجه بوتيليزي واجبر المدرب باركر الى تغييره في الشوط الثاني. مهدي بن سليمان خرج للتداوي ان شاء الله يكون لاباس وفي التنفيذ الدكتور كومالو يوزع تعود من صبري جبره مره اخرى بالراس وتبقى ل منتخب جنوب افريقيا وافتكاك الكره والهجوم معك سريع لبرخيسه الجهه اليسرى برخيسه يتقدم يحاول التوغل يحافظ على كورته برخيسه طيبا منه برخيسه ويوزع والمتابع في الركنيه الكره العرضيه خطيره جدا وعملت ارباك قد ايه وعمل مجهود كبير قوي فيها الهادي برخيسه وكان بيجري له زبير وكان بيجري له عادل سليمي ولو لم يكن مهدي خارج الميدان للتداوي ما زال يتداوي لحد الان
ربما تكون اخطر يعني تكون الاول ده مكانه عدد اكثر يعني مكان مهدي بن زينة. نيل توفي 33 سنة توقيت طيب لتسجيل هدف للمنتخب الوطني التونسي ان شاء الله. عادل السلمي و صبري جبر الله فوق مرمى ارنزي. صبري جبر الله كل الكرات هذا اليوم بالرأس كان ياخذها يدخل لأول مرة في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي كأساسي ومردود جد إيجابي. هذا المدافع أيضا الشاب 23 سنة من المستقبل الرياضي بالمرسى. زبير بيا من عادل السليمي. زبير بيا تبقى لفايته وفي اتجاه الحميمي والمدافع يخرج الكرة في التماس تعود لزبير بيا ترجع من توفي ابو عزيزي وعادل السليمي وتامر تامر مشيو وطويلة وشكل الواعري فك الكرة تامر كانت في اتجاه يعود المهدي بن سليمان للميدان بعد التداوي و 20 دقيقة توصلنا على نهاية الشوط الثاني وكنتم تشاهدون في مراقب المباراة السيد بامجي من بوتسوانا ومراقب طاقم التحكيم السيد تيتسواي من اثيوبيا. اكيد انه اخذ بعض الملاحظات الهامة عن الحكم الاوغندي السيد ماسيمبي ومخالفة لفائدة المنتخب الوطني التونسي وفائدة منير بقديدة. شوك التوقيت يتأكد أمامكم والنتيجة دائما بيضاء بين المنتخب الوطني التونسي الشباب أمام المنتخب الجنوب أفريقيا. مارك ويليامز باليمين والتوزيع وشكر الوعد شكر الوعد. اعتقد ان رياضو عزيزي حط رجله معاه في الكره اللي فاتت بالظبط. وزبير بيا يحاول المرور ويتحصل على التماس. هنالك مراقبه شديده على زبير بيا ودي ضريبه اللعيبه المشهورين يعني ان هو فعلا صانع العاب في المباراه المرت كلها في فريقه وتم اختياره كأحسن لاعب خلال مباراة دور نصف النهائي أمام زامبيا. ويليامز يترك الكرة فيكتور كومالو صبري جابالا لكن تمر الكرة يمسها صبري جابالا برخيصها في اتجاه عادل السليمي طويلة لكن طويلة كثير طويلة كثير والحارس ارنزي يخرج من منطقته. مرة اخرى الفكرة طيبة لكن التلفيز لم يكن يعني محكم. مكاليلي ومخالفة مخالفة لفائت منتخب جنوب افريقيا. يحاول على فكرة جنوب افريقيا ان يخترق من الجنبين دلوقتي لكن فريق تونس بالمرصاد دي يجي من ناحية اليمين ومن ناحية اليسار ويجي واحدة من ناحية اليسار. ومدرب المنتخب الوطني السيد اريك السرزاك تفتن لذلك ولهذا استغل التغيير بتاعه اقحى ما مدافع ايمن عند مشاهد انه المنافذ. كومالو في تنفيذ المخالفة تنفذ تمر وما زالت الكرة في اتجاه والهدف لجنوب افريقيا. الهدف الاول في هذه المباراة سينكلر بعد 27 سنة لعب شاهد التوزيع ترجع الكره
ثم توزع و ليس سينكلر لتسجيل مهام السنكلر. هل هنالك عملية تبع ام لا؟ واعتقد ان شكري الوارس يعني صد الكرة الاولانية الخطيرة جدا من نيلسوفي من اريك يطلعها، لكن كانت كرة غريبة شوية الكرة اللي فاتت. لعب الموجود ان شاء الله وعادل سليمي هو وماجد سليمان برضو اعتقد بعد الجول ده تونس هتغير طريق لعبها وتهاجم اكثر. تصبح النتيجة من هدفين لصفر بعد 27 دقيقة لعب. هدف لصفر طبعا، هدف لصفر لجنوب افريقيا امام منتخب الوطن التونسي بعد 27 دقيقة لعب في الشوط الثاني. ارتكاز كرة وحذاري وجه لوجه وتصويبه والهدف الثاني بعد اقل من دقيقة مارك ويليام. مارك ويليام في نقطة خلاص على حسن مارك ويليام الهدف الثاني رقم 11. والإعادة تقدم وجه لوجه والهدف الثاني في أقل من دقيقة. 2-0 لمنتخب جنوب أفريقيا أمام المنتخب الوطني التونسي. منير بقديدة تسقيقة تصلنا على نهاية الوقت القانوني ومنتخب جنوب افريقيا متقدم بنتيجة هدفين لصفر امام منتخب الوطن التونسي. كيش الى ارنزي وتولي، يعني لما يجي الجول الاول بيبقى فيه برضو حماس الفريق الاخر استغلوا يمكن فريق جنوب افريقيا، لكن والله يعني نقدر نحيي فريق تونس ان هو برضو يعني صمد. والجول اللي جه الاولاني ده يعني كان غريب جدا، واكثر من مره تيجي ويطلعها دفاع تونس وتلاقي الكره في العرض زي ما شفنا ويلعبها باليد جوه الجول. ركنيه لفريق المنتخب الوطني التونسي، اكيد انه مرضيه المنتخب الوطني التونسي يعني يعني طيب يعني المباراة كبيرة قوي كانت لغاية تجيب جول الهدف الأولاني. بنجي لمنتخب جنوب أفريقيا ونفذ الركنية وتعود منتخب تونس منتخب شاب ومردودي يعني هي يذكر فيذكر. وحذاري من الهجمات، حذاري دكتور كومالو ومخالفة فائته ضد المنتخب الوطني التونسي. اعتقد برضه 14 دقيقة وقت طويل ويحصل تغيير اهو، مدرب تونس هيعمل تغيير. اذا البوعزيزي يترك مكانه ل عبد القادر بالحسن، يترك مكانه لعبد القادر بالحسن. بوعزيزي كان وده تغيير اعتقد انه هجومي، تغيير هجومي انه عبد القادر بيلعب مهاجم ايضا هو عادل سليمي ومهدي بن سليمان. وفيه كذلك تغيير اخر سيتم بعد حين، خالد بدر يقوم بالحركه التسليميه. تنفذ المخالفه وتعود الكره من فريق شوشان. عادل سليمي
دي اليمين الى مطعم. مطعم يتقدم ويحاسب فيه نادي بن سليمان وهنالك مخالفة. مخالفة ضد مطعم. اعتقد هو مديها هي المخالفة على نادي بن سليمان. هي المخالفة ضد المدافع. الإعادة. شوف المدافع كيف مسك بالمهاجم. تعود وتماسي صالح المنتخب الوطني التركي. اعتقد برضه وجود بارك ويليامز زي ما قلنا عليه ده هو مهاجم خطير في خط هجوم الوسط. هجوم اخر لمنتخب جنوب افريقيا ولا وجود لمخالفه ولا هجوم لتونس الان عن طريق عادل السليمي. عادل السليمي طويله في اتجاه زبير بيا يخلص ام لا؟ لا ما يخلصش. بسرعه الى جنبنا سيد لطفي زروق اللي معروف في الوطن العربي ب اختياراته للاعبين يعني في الوطن العربي بشكل مكثف. وجوده في جنوب افريقيا على مستوى اختيارات، هل هناك اختيارات مثلا بالنسبه للاعبين العرب من المنتخب المصري من المنتخب التونسي او المنتخب الجزائري حسب المعلومات اللي تحصلت عليها مع زملائك الاوروبيين المتواجدين بكثافه هنا؟ لوتشي اللاعب الوحيد يعني المطلوب فيه حاليا هو لاعب بن سليمان. نهدي بن سليمان. بن سليمان عدى مباريات يعني مستوى مستوى سيء فوجئنا في كل هذا يعني على مستوى عالم. مرور كرة في اتجاه عبد القادر بالاحسن وهنالك مخالفه من الحكم يؤمر بمصيده لعب مهدي بن سليمان اللي يحكي عليه لوتشي زروق. حاول كرة لصالحه يحاول المرور مهدي بن سليمان وتفتك منه الكرة ومخالفة ضد المدافع طبيعي يعني نازل بالكرة فوق الميدان بهذه الشكل والتماس. لوتشي قلت لي ما اي فريق يعني في فريق ايطالي بارما وفي انديه من المانيا هو اللاعب الوحيد اللي اكثر شيئا مطلوب اكثرهم دور على مهاجمين ومن احسن المهاجمين الموجودين في الدوري هو مهدي بن سليمان. هل هنالك ايضا لاعبين اخرين عرب او اثار اخرين يعني بكثره؟ توزيعه من زبير بيا والحارس عرنزي اللاعب المصري وسط الميدان إمام؟ إمام ابنك يعني لاعب مستوى يعني قدم هجوم هجوم لجنوب افريقيا ويتقص في عن طريق فرتشوشان. حازم الإمام هو اكثر شيء كان في الوسط وقدم مستوى طيب جدا وشفنا اليوم يعني. وبالنسبه للقاء اليوم لوتشي كيف تحكم على والله كنا في البدايه كان لقاء كويس ومشينا يعني لعبنا الشوط الاول تكتيكيا نجحنا، الشوط الثاني نفس الشيء الا عشان الدقيقه الاخيره والغلطه الدفاعيه والمخالفه تاع الحكم كانت مش في مكانها. عفوا عفوا جبته بعيده يعني شيء شرف اللي عملناه في الدوري هذه خصوصا ان المنتخب الوطني التونسي منتخب شاب طبعا شاب يعني المعدل تاع الاعمار المردود بتاعهم في كل في اغلب المباريات يعني ربما البدايه كانت بنسق متواضع من المصدق لكن مردود طيب امام غانا رغم الهزيمه مردود جد ايجابي امام كوت ديفوار مردود طيب كذلك امام الجابون اللي كان منتخب قوي وقوي للغايه ثم مستوى ممتاز وممتاز للغايه امام زامبيا 4 اهداف مقابل هدفين. زامبيا اللي كانت مرشحه للفوز بهذه النهائيات ثم منتخب جنوب افريقيا الدور النهائي 85,000 متفرج وبالطبع الغيابات ايضا على مستوى الاصابات كل هذا يعني اكيد ان المنتخب الوطني التونسي يستحق كل التشجيع وكل العنايه وكل شرف شرف ونتمنى انه في اتلانتا نشوف الفريق هذا وخصوصا انه اغلب اللاعبين هذا ما سيلعبوا سيلعبون يعني المباراه الثالثه تاع الدور الثالث لتصفيات الالعاب الاولمبيه باتلانتا في اتجاه
رخيصة رخيصة. اليوم وجدنا اللحمة في الفريق، لحمة ومتلاعبين مع بعض، ويعني تعرف الهدف الأولاني يتكلمنا عن كرة ثابتة. ف يعني اللي يقولوه انه المنتخب اليوم يكون في شغف في الفريق. شكرا اخ لوكي زروح ونواصل بنك الاحتياط التونسي والحائرة بالطبع هدفين لصفر لمنتخب جنوب افريقيا. لكن مرة اخرى نؤكد ان المنتخب الوطني التونسي فرصة المنتخب الوطني التونسي ركنية للمنتخب الوطني التونسي. اعتقد برضو حديث الان كنت قاعد مع بعض الاخوة يعني على جول الاول اللي جه تونس جول غريب، ممكن ان فريق الدفاع تونس وقف مفتكر الكرة خرجت بره في الردة الاولانية، لما طلعت الثاني كانوا كلهم واقفين على انها خرجت بره. عموما لسه في الامل موجود وضربة ركنية والحارس من عقد بالاحسن تعود لمنتخب جنوب افريقيا بسرعة وحذاري ليفتك الكرة تطير القي، لكن الحكم يعتبر مخالفة فات منتخب جنوب افريقيا. موسيو بالطبع منتخب جنوب افريقيا اصبح يلعب مرتاح بعد تقدم بهدفين، يعني بيلعب بروح بثقة زايدة اوي زي ما احنا شايفين. وسامعين دلوقتي جمهور جنوب افريقيا في المدرجات وحضرتكم سامعين الصوت العالي، وبرضو يعني انا بنحيي فريق تونس برضو انه صمد فتره طويله وجول اولاني يمكن هو قلب موازين المباراه. مرور دكتور كومالو يحاول المرور من جديد وفكك الكره لحنيني جدي ربيع عبد القادر الحسن في اتجاه زوبير ربيع وتعود امام لحنيني. لحنيني وتماس لتونس. طبعا الحكم صمدي مش حتى نرجع ربما احنا على مستوى التعليق يعني مش تفسيرات او اشياء بالواضح يعني امور واضحه. كانت الانذار الثاني في وجه اللاعب يعني باتيليزي في الشوط الاول ولم يخرج الحكم الاوغندي سيد مفلدي امامكم الورقه الصفراء يعني الحمراء وكان تقلب كل الموازين. هو كليف باركر طلع برضو عنده خبره ان هو سحبه على طول وغيره. تم استغلال لاعب ثاني في الشوط الثاني مخالفه صراحه من منتخب الوطني التونسي. زوبير بيا في التنفيذ زوبير بيا ينفذ في اتجاه برخيصه وتجيب ركنيه صاحب منتخب الوطني التونسي. وتغيير اللي عمله طبعا مدرب تونس زي ما احنا شايفين خاطر بن حسن ده يزود الناحيه الهجوميه. اتكلم من ساعه ما نزل يمكن منتخب تونس هاجم على مرمى جنوب افريقيا. ركنيه لصالح المنتخب الوطني التونسي. 4 دقائق قبل انتهاء الوقت القادم. زوبير بيا يحاول المرور وتفتك الكره منه وينطلق هجوم معاك لصالح جنوب افريقيا عن طريق مكاليلي. مكاليلي الى مارك ويليام وتماس لمنتخب جنوب افريقيا. موسيو طويله وتخرج كره لويليام. لو اردنا ان نشد يعني تفسيرات اخرى للمنتخب الوطني التونسي لما اشرنا مثلا للمفاجاه السيئه اللي وجدها الوفد التونسي والمنتخب الوطني التونسي عند وصوله هنا الى جوهانسبورغ. يعني النصف اللي اختير الاول يعني كان في نصف كله اشغال وكله يعني ذهن وكله يعني غير ملائم بالمره لاحتضان فريق يلعب الدور النهائي. وفي اخر الامر بعد تدخل البعثه التونسيه والكونفدراليه تدخلت وتستخدم تغيير في اليوم الثاني من النزل. يعني كل هذه معلومات نعطيها للساده النظاره في الوطن العربي. كما لا بد من توجيه تحيه تقدير وعرفان بالجميل من لكل من ساهم في نقل ونجاح هذه التظاهره الكرويه الهامه.
هجوم لعادل السلمي تمشي اللحنيني اللحنيني لفقيه وبرخيصة وبعيدة. قلت تحية تكبير وعرفا بالجميل لكل من ساهم في نقل ونجاح هذه التظاهرة الكروية الهامة. تحية من اتحاد إذاعة الدول العربية إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسي، الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيوني التونسي وإدارة المواصلات التونسية، المؤسسة الوطنية للإرسال الإذاعي والتلفزيوني الجزائري، التلفزيون الجزائري، كما يخص اتحاد إذاعة الدول العربية بالشكر عرب سات، ولا ننسى كذلك الفريق التقني المتواجد في تونس وتابع للاتحاد إذاعة الدول العربية، المهندس باسل الزغبي والفني بشتى جغدورة والمنسقة الأخت جلالة قهوة. الكرة اللي مهدي بن سليمان، مهدي بن سليمان، وما زال فريق تونس ماسك الكرة عشر جات عادل سليمي، والقوة الدفع الهجومية زادت لفريق تونس بوصول عبد الخاطر بن حسن، ورمي التماس لتونس صعبة عادل السليمي، عادل سليمي وعادل بيلعبها حلوة لكن تروح الناحية التانية. رامي التماس لجنوب افريقيا، رامي التماس وتونس مسك الكرة دلوقتي ودخلنا في وقت ضايع اعتقد استاذ الوقت وقت فضل الضايع اقل من دقيقه والنتيجه هدفين لصفر صاح منتخب جنوب افريقيا اللي يتجه لتسلم اول كاس في اول مشاركه لي ويذكرنا بفوزه بكاس العالم في الرجبي في اول مناسبه نظمها هنا منذ اشهر في نفس هذا الملعب. والحارس وهنالك ركنين لصالح منتخب الوطني التونسي، لابد كذلك من تقديم تحيات الفريق المكلف من اتحاد اذاعه الدول العربيه الكابتن حمد ايمان والكابتن محمد المخزوقي والكابتن علي حميد، مع كذلك تحيات المهندس والمنسق العام عبد الرحيم سليمان، وتحيات كذلك البلعودي الذي يشترك في هذا النقل المباشر منير بقديد امامكم. يكفي فخرا المنتخب الوطني التونسي، هذا المنتخب الشاب الذي تحول من تونس بفكرة المشاركة لأن كان ترك العديد من اللاعبين المصابين في تونس، تقدم بتشكيلة شابة، أغلب اللاعبين اللي موجودين في هذه التشكيلة سيشاركون في الدورة الثالثة في تصفيات الألعاب الأولمبية بأتلانتا 96. معنى هذا أن هذا الفريق المستقبل أمامه المردود بتاعه كان جد إيجابي، وأيضا أعتقد برضه التشكيلة الشبابية في منتخب مصر ومنتخب الجزائر ايضا كان ليهم دور كبير في رغم انهم خرجوا بدري شويه لكن ظاهره طيبه جدا ان بيدفع كله بالشباب بالضبط. دخلنا في الوقت بدل الرائع، نتيجه دائما هدفين لصفر لمنتخب جنوب افريقيا والمنتخب الوطني التونسي في الدور النهائي لكاس افريقيا الامم رقم 20. والكره في اتجاه زبير بيه يستعد للتصويب يصوب وركنية أخرى صح منتخب الوطني التونسي، يحاول المنتخب الوطني التونسي على الأقل تسجيل هدف الشرف. أكيد كذلك أن الجماهير العربية في مختلف البلدان العربية تجاوبت مع هذا المنتخب الشاب، والجماهير في تونس أكيد أنها تنتظر حتى ما سمعت قبل انطلاق هذا الدور النهائي في الإذاعة الوطنية التونسية. نفذ الركنية وبالرأس من برخيصة فوق المرمى، مع الإشارة لأنه بالنسبة للطائرتين اللي قدموا هذا المساء هذا الصباح إلى من تونس
سيقلعان في حدود الساعة الثامنة أو التاسعة مساء من هنا من جوهانسبورغ. في الآونة الحكم الأوغندي سيد مارتن بيك يعلن عن نهاية هذا الدور النهائي بتفوق جنوب أفريقيا على المنتخب الوطني التونسي.